الشركة تقول لك انا ما عنديش مشكل ندير لك 4 طوبيسات. هذا هو اللي كيقولوا لنا حتى حنا، ولكن كيقول لك كاينه الجمعيه، والجمعيه كاينه هذه سنين، فهمت؟ الجمعيه كاينه هذه سنين، الجمعيه ما غاديش تقدر تحيد، والجمعيه ما عندهاش حتى يعني ما عندهاش حتى الكيران يعني اللي فيهم الظروف والشروط ولا الملائمه اللي كتليق بالمقام ديال الطالب. نديروا واحد القضيه باش تشوفوا الاشكال فين كاين ولا لا. هذه يعني خطوه عفويه تاخذوها الطلبه تاع مدينه سايو، تفرزت بشكل ديمقراطي بشكل جماهيري بشكل عفوي. يعني باش تقول يعني هذه الخطوه كانت مدروسه ولا باش حدود اللي نقدر نفاوض فيها كمسؤول اداري. وقتي تراك ما عطيتناش حل اصلا. ما عنديش. تراك مش تعلم حليب. انت ما جيتش وسط. انت ماشي وسط يعني باش تكون بين الطالب وبين الجهات المعنيه. انت جاي كتحرك لي الطوبيس كنعرف دابا فيكتوريا كتهضر معايا. دابا حنا باغيين نديرو موقف، بغينا الطوبيس يمشي ليها المحطه. اسمعوا جاي نشوف شنو المشكل. شتكون هضرت معايا وعطيتني يعني شي حاجه منطقيه وشي حاجه يعني غادي نقدر نبنيو عليها باش نفهمك. نتفاوض مع شركه خاصه على بيستلت. هذا شركه خاصه واخا ما تابعاش الدوله، واخا شركه خاصه ولكن كضر ولاد الشعب، كضر الطلبه. الا قلت لك حنا نقدروا نجيبوا الثالث والرابع، خلينا منا اليوم. حنا قادين اننا نحسموا المعركه ديالنا. جيبوا نمشي نديروا اي حنا انت سي جرب ما ربما حنا نجيبوا الجماهير الطلابيه راه تجيب ماشي غير 3 4 6 8. بينا دابا يلاه بينا شطوبيسات لاطوبيس دابا يلاه حنا بغينا نمشي للطلبه. شتو استاذ يعني كون جيتنا يعني شي حاجه نقدروا نبنيو عليها يعني كي نديروا نشوفوا الحل وكذا. حنا راه بغينا الحل الجذري، راه الحل المؤقت يعني راه دغيا غادي نشوفوا يعني كيف غادي نديروا. قدر نجيبوا طوي هي جلسه مع شركه. غادي دير تجلس مع شركه. انا ما عنديش حتى موظف تاع شركه، انا غير موظف ماشي حتى مدير. هذا هو المشكل. دابا هما كيتحركوا في زايو، هما كيتحركوا في زايو، جاي مشق القاره، جاي كيتحرك في زايو وما كاينش حتى مسؤول واحد هنا كتواصلوا معاه. مش ماشي كارثه هذه يا استاذ؟ هي اللي طالبنا بها، هي اللي طالبنا بها. راه كيتحرك ابار طلبه، راه كيتحرك لك في الخد ديال الزايه، كيتحرك لك في الشوارع ديال الزايه. راه شي حاجه غريبه ما يكونش هنا مسؤول كتواصلوا معاه، مسؤول كي غريب هذا الشيء يا استاذ والله. انتم بحال اللي كتجي كتقول له جيب شري الطوبيسات ديالك ودير ما بغيت، شري الطوبيسات ديالك ودير اللي حبيت. راه كلشي غادي يدير هاك، كلشي غادي يدبر راس المال ويدير 3 طوبيسات ولا 4 ويجي يدير في الطلبه ما بغى. ولكن انتم الا كنتوا واقفين مع الطلبه نتاع مدينه زايو غادي تكون ديك الساعه هضره اخرى. وشكون كنا كنشوفوا هذا الحل اللي عطيتونا نزكيوه كاملين، ولكن ماشي حل. شنو هو الحل؟ هذا ماشي حل بحال اللي كتهضر يعني بالسميه نتاع فيكتوريا يا استاذ. لا يقول لي الحل شنو هو الحل؟ واش هو الحل؟ هي هذه المساله هذه راه عفويه تفرجت هذه مساله عفويه جينا نطلعوا يعني. لا وشنو كتقترحوا كحل؟ انا يلا كمقترح يلا هات ما قدش تقترح كمقترح. اسمعوا استاذ باش غادي نفهمك. اسمعوا استاذ راه المقترح ما غاديش يجي غير هكا. لا لا مقترح راه خطوه علميه. اسمع الخطوه العلميه راه خصها تدرس. يعني انا ماشي مساله غادي واه الطالبه واه غادي ماديش تقدر يعني خطره واحده غادي تطلع اسمو غادي ندير. راه خصنا نرضيوها الطلبه كاملين. الا عطيت انا راي ولا فكره ولا مقترح خصو يزكيوها الطلبه كاملين، حيت انا الطلبه ما كاينش شي فوكشي، كلشي كيمشي مساله ديمقراطيه ما كاينش شي فوكشي. هذه مساله يعني تفرز الجماهير عفويه. حنا يلاه رانا غاديين عند بورصه باش نشوفوا ذاك الطوبيس الثاني نفتحوا شي شكل ندرسوا شي خطوه واللي خرجت به الاغلبيه غادي تخرج به كامل. واش فهمتني استاذ ولا؟ يعني مازال يعني مسائل عاد مازال مشتته. حنا ما عارفينش المعمول واش هو. واش عرفنا المشكل في الجامعه في الناظور؟ واش المشكل في فيكتاليا؟ مازال ما عرفنا المشكل فيه. راه هذا هو النهار الاول يعني بعد اللي غادي يجيو يتواصلوا معنا. انا من الصباح وانا نسمع. ياك؟ تفضل استاذ تفضل. راه شرحت لي بوجهه النظر ديالك، عاوتاني لي بوجهه النظر ديالك. هذه شركه خاصه كتامن واحد النقل وكتامنوا لواحد المده معينه، وهذا ديماراج ديال سنه جامعيه.
كتهضر لي على البيت. انا ماشي راه خريج ديال السوربون. واه رانا نعرف جامعه ديال محمد الاول، انا غير في الكليه ديال محمد الاول في الطوبيس ديال ساتو غادي وبناواتو يدورو وشي لقدام شي مع الشيفور. اش ما تقولش ليا زعما رميجا كما قلنا له انتقاليه. علاش كنقول لهم فاوض على البيستات؟ لان في الاجتماع كيقول بانه مستعد يزيد. كان عند قلنا له جوج ما كافيين، حنا كنوقعوا الناس وما قلنا لا خص واحد ولا جوج ولا ثلاثه باش نفاوض معاه. عطيني اجل، ما يمكنش هنا عطينا اجل العام اللي فات وما وفاش بالوعود ديالو. ماشي مع العام اللي فات دخلنا في هذا المفاوض، واش حنا بقى كل عام كنعطيو اجل؟ واسمح لي اسمح لي، دابا كنفاوضوا واحد في القطاع الخاص، راه ما كنفاوضش واحد القطاع الخاص يقدم المواطنين والطلبه ولا ينسحب يعطي شركه اخرى. ما يمكنش يجيب لي طابش واحد ثاني كنتقاتل عليه، فهمت؟ الا قاد شركه راسماليه، شوف الا عنده دراسه ماليه تخرجوه هنا وبغى يزيد على الخط الثاني مرحبا به، تكون منعو المنافسه راه مفتوحه. شنو غادي يربحوا في المحكمه؟ كيجوعوا الطلبه وخلي، ولكن وافقوا ما غنقولوش غدير المجانيه لان راه ما درتش الدق وما غاديش. حنا اللي فوضنا معاه المشكل اللي كان العام اللي فات ديال ليكار، طريقه ديال التسجيل، الطريقه اللي قبل الطلبه، ورا العطل ديال 15 يوم باش ما يوقعش ذاك المشكل. هذا اللي فوضنا معاه وطالبنا بالزياده ووعدونا بالزياده. دابا طلب ليا بانه غدا غادي يزيد البيس، غدا غادي يزيد البيس. الا ما زادش البيس انا في نهايه الامر خدمتي ندير كمسؤول نرفع المشكل على مستوى اعلى. باش نقول لك غنمشي نجيب البيس ونجي نجرب، ولكن اللي فرض اللي في الدور ديالي غادي نديرو، خدمتي نديرها على اساس ان مسؤول من الشركه ها باش وعدني ها اش بغا يدير. نعطيهم اجل ديال يومين ثلاثه، الا تزاد عن تروازيام وحل المشكل هذاك ما بغينا. الا ما تحلش المشكل غادي نطلبو لقاء معاهم باش نحلو المشكل. ضرب هذا الشيء ما ينقدرش الواحد. الجامعه بحكم التجربه ديالي انني كنعرف هذوك الناس ديال فيكتاليا، كنعرف الاساليب ديالهم، كنعرف كيف كيتحركوا كيف كيتعاملوا. حنا عارفين هادشي، حنا شختارينا هاد النهار بالضبط كما كيقولوا، كما كيقول الاستاذ راه بدايه السنه الجديده غادي تبديوها بالمشاكل، ولا انا كنقول له بالعكس. انتوما مقبلين على الامتحانات الطلاب هاد الايامات هادو دابا غير تاع التسركيه. يمكن الاستاذ راه ما عارفش مورا صاري في الجامعه، الطلبه الجدد تسجلوا سمورا دابا تما، راه تما غير التسركيل والدوره. غير باش نفهموا صافي، الغالبيه ديالكم راه هنا مسجل باش تعرفوا سمورا في الجامعه في هذه الساعه. مين غادي توصل تعطيه جوج سيمانات ولا ثلاثه القرايه بدات وانتم مقبلين على الامتحانات، وهذا العدد ديال الطلبه الجدد ناهيك عن الطلبه القدامى. يعني هذا العدد هذا غادي يدوبل في واحد ثلاثه ولا اربعه. وما دام هذا المشكل هذا تحصري في هذا العدد نتاع الناس وشوف فين وصل، ما ادراك الى الدوبل العدد في ثلاثه المرات ولا اربعه وطحنا في نفس المشكل. حضروا الدروس ديالكم في وقتها ونطالق مع الناس، ماشي نطالق نقول صاحبي شنو داروا البارح ولا شنو كان. اما الشركه تطلبوا مشروع النقل في ظروف حسنه معاكم، انا ما غنبغيش نشوف تلامذ شي داخل الشركه اما لا يعقل. ولكن اذا كان تعطوا لنا مقترحات اللي غادي يسلكوا المشكل وفيه واحد الطرديه للاغلبيه، راه ما فيها بال، غادي ندير واحد القوس. راه حتى الطلبه ديال الجدار كيمشيو شي شويه عند التقسيم، ما كيمشيوش المغرب كامل ماشي غير حنا، باش ما نديروش حاجه ثانيه. ما غنلصقوش كاع الى اقتضى الحال نحدوا واحد العدد المسموح به، ولو ان المسموح به برا هو الكراسه لي سياج، المسموح به بالمنطقه ديالنا هنا نتعاملوا واقعيا، ما غنكذبوش على راسنا. يلاهم يعتمدوها معانا، غادي نوقفوهم عند الحد ديالهم. اللي فوت الطوبيس في هذا الخط غادي يتحمل المسؤوليه ديالها. وفي اخر المطاف حنا مشينا باطاره البلباله والفوضى، وكنوجه هذا الخطاب بالخصوص الطلبه الجدد على اساس تجدير الوعي في الصفوف ديال الطلبه. المسؤوليه ولا بقاو شادينكم هنا هاد الطوبيس وتقاضى لكم الصبر، ولا اقتضى الحال صرات شي واحد مع الطلبه ولا الجماهير الشعبيه شي حاجه، راه اللي كان سبب في هذا الشيء هذا غادي يتحمل المسؤوليه. غادي يتحمل المسؤوليه هذه اللحظه، غادي نمشيو عند الطلبه ليه تسخف الطيح. المهم غادي نفتحوا واحد الحلقيه، واحد الشكر راقي
غادي نفعلوا فيه النقاش، غادي نلتحقوا بالاخوان ديالنا تما على اساس ندرسوا شي خطوه علميه، شي خطوه مدروسه.